بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنكمل مع بعض الجزء بتاع البروتوزوم بارازايت اللي انا كنت اديتكم فيه الجزء الترايبنسوما والليشمانيا و والترايكوم الترايكومناس. فاضلكوا بعض الاجزاء معايا، اللي هي اول حاجه هناخدها الهيستومناس ميليا جريدس. الهيستومناس ميليا جريدس ده طفيل بيصيب هايلي باثوجينيك في اليانج بوليت اوف تركي، اللي هي صغار الديوك الرومي، وكمان مي انفكت التشيكن اند الاذر بيردز. الطفيل ده بيعيش كتروفوزويد في السي كام اند الليفر، وبيتنقل از تروفوزويد، يعني ما بيحتاجش انترميديت هوست، نو نيد اوف ان انترميديت هوست. وبالتالي الانفكتيف ستيج عندي هيكون التروفوزويد على طول، هيتنقل التروفوزويد دون بكذا طريقه، عن طريق المود اوف انفكشن. المود اوف انفكشن بتاعته هتكون الطفيل دون فيري فراجايل، يعني بمعنى ان هو مش ممكن هيتنقل الا بحمايه معينه، لانه هو توما بينزل الانفايرومنت على طول بتبص تلاقي ان الطفيل ده بيتكسر، فلازم يتنقل تحت داخل كفرج معين او داخل حمايه معينه. فالحمايه بتاعته هنا لو انتوا فاكرين الهيتراكس جالينيرم، احنا خدناها كاسيكال وورم في الهيمنسيس في الترم الاول. فالطفيل ده بيبقى محمي داخل الامبريونيتد ايج اوف هيتراكس جالينيرم. فاول طريقه للترانسميشن هي الانجيشن اوف امبريونيتد ايج اوف هيتراكس جالينيرم كونتيننج هيستومينس ميليا جريدس. زي ما انتم شايفين كده هو محمي داخل الايج اوف هيتراكس جالينيرم، وعلشان الهوست ياخد العدوى بيه لازم ياكل الايج اوف هيتراكس جالينيرم امبريونيتد كونتيننج الطفيل نفسه. تاني طريقه هي الانجيشن اوف ايرث وورم كونتيننج الايج وتشيكاري الهيستومناس ميليا جريدس. يعني ممكن الايرث وورم تاكل البيضه بتاع الهيتراكس جالينيرم اللي بتحتوي على الطفيل، وبالتالي الايرث وورم هتنقل العدوى بنفسها. تالت طريقه لنقل العدوى، احيانا الطفيل بيتنقل من الاكيوتلي انفكتد تركي، يعني بينزل في الفيسز بتاع التركي وبالتالي يتنقل دايركتلي باي الانجيشن اوف الطفيل على طول. رابع طريقه هي الريكتال انجكشن اوف كلتشر اوف هيستومناس ميليا جريدس. زي ما انا بقول لكم كده لازم يتنقل الطفيل بسرعه لانه في فيري فراجايل، فبالتالي انا علشان انقله معمليا ممكن انقله بالريكتال انجكشن في انذر بيرد، اخد كلتشر من الهيستومناس ميليا جريدس واحقنها باي الريكتال انجكشن. يبقى دول الفور ميثود للترانسميشن، اهمهم واللي موجوده واللي شائعه في الانفايرمنت هي التو ميثودز الاولانيين، عن طريق امبريونيتد ايج اوف هيتراكس جالينيرم كونتيننج تروفوزويد، او ان الايرث وورم نفسها تاكل الايج اوف هيتراكس جالينيرم كونتيننج تروفوزويد، وبالتالي الهوست هياكل الايرث وورم بالمحتويات اللي جواها دي كلها اللي هي الايجز بالهيستومناس ميليا جريدس. خلاص، ان الهيستومناس ميليا جريدس تتنقل من اكيوتلي انفكتد تركي، فدي الطريقه الاضعف فيهم، وعمليه الريكتال انجكشن دي فدي بتتعمل في المعمل، احنا بنعملها معمليا. بالتالي بدال الطفيل هنا عايش كتروفوزويد في السيكم والليفر، فبالتالي الدايجنوستيك ستيج عندي هنا هيكون برضو هي الديتكشن اوف التروفوزويد داخل السيكم اذر سيكم اور انسايد الليفر. فهنا نو سيستيك ستيج، نو نيد اوف انترميديت هوست، مفيش سيست للبارازايت دون بيتنقل كتروفوزويد زي ما احنا خدنا قبل كده في الترايكومنس، لازم تتنقل باي ذا تروفوزويد. نشوف المورفولوجي اوف الهيستومناس ميليا جريدس. هنشوف شكل التروفوزويد دون، هنلاقي ان هو ليه تو فورمز، احنا قلنا ان هي بتعيش في السيكم والليفر. الانتستينال فورم زي ما انتم شايفين كده هو اميبويد ان شيب، هاز سنجل نيوكليوس زي ما انتوا شايفين، هي اللي هي الراوندد الكبيره دي، و اند كونتيننج سنجل فلاجيلا اللي هو الخط الطويل اللي طالع ده. طيب ده الفورم اللي عايش في السيكم، وده فورم بيبقى موتايل وعايش في السيكم. الاذر فورم هو التيشو فورم، يسموه التيشو فورم لان هو هنا بينتقل من السيكم للليفر، فبيفقد الفلاجيلا بتاعته، ما بيبقاش، بيبقى ايموبويد برضو ان شيب كونتيننج نيوكليوس اند
نو فلاجيلم. خلاص كده يا جماعة، يبقى ده الفورم اللي عايش في السيكم اند في الليفر. بالنسبة للباثوجينيستي اوف هيستومينس ميلياجريدس، احنا قلنا المود اوف انفكشن عن طريق الانجيشن اوف ايج اوف هيتراكس جالينيرم كونتوننج الهيستومينس. افتر انجيشن الايج الهيستومينس هيبتدي يحصل له ريليزنج في الوول اوف ذا سيكم، يروح طالع بقى على الوول اوف ذا سيكم اند ريمين تو مالتبلاي ان ذا وول اوف ذا سيكم. طبعا احنا عارفين البارازايت بيخش التيشوز على طول يقعد يتكاثر عشان يزيد في العدد بتاعه. المالتبليكيشن بتاعه ده بينتج عنه ايه في السيكم؟ بينتج عنه تكوين ألسر في الوول اوف ذا سيكم، بيبقى سمول ألسر بين بوينت، يعني بين بوينت ألسر يعني بيبقى حجمه صغير جدا قد راس الدبوس. بعد كده بيحصل ان الألسر ده يمتد على السيكا الميكوزا كلها، وبتبقى السيكا الميكوزا كلها مليانة بالألسريشن، بدل ما يبقى بوين بوينت لا بيعمل سبريدنج على السيكا الميكوزا كلها. طيب ينتج عن الانفلاميشن ده ان الميكوزا هتبقى فيري سيك اند الايروجن اوف اتس سيرفيس، بتبقى ايرودد ويز ايرودد سيرفيس، وبتبقى خلاص الانفلاميشن تقريبا بيغطي كل السيكل الميكوزا، وبتبقى بتتحول نتيجه للانفلاميشن ده لفيري سيك ويز ايرودد سيرفيس. طبعا الانفلاميشن هينتج عنه كمان ان السيكم بيبقى enlarged increase in size نتيجة للإنفلاميشن، وبيبقى فيه هيموريج، وبعد كده بيحتوي على هارد الكونتنتس بتاع السيكم كلها بتبقى ريبليزد، بدل ما تبقى فيها فيكال ماتيريال لا ببص الاقيها عبارة عن هارد كيزيا سكور. هارد كيزيا سكور يعني اللوب بتاع السيكم كله، هوريكم شكله دلوقتي في الصور، هبص الاقي اللوب بتاع السيكم كله اتحول ل كتلة من عاملة زي الجبنة كده، زي حتة الجبنة، كتلة جبنة عاملة زي صباع السجق الجبنة، يعني السيكم كله بقى سجق في شكل صباع السجق، بس اللي صباع السجق المحشي جبنة أو كازييتد ماتيريال. بعد كده بعد ما تخلص الهستومينس من يجريدس دورها في الانفلاميشن بتاع السيكم والدستراكشن اللي عملته في السيكم كله، هتبتدي بعد كده الهستومينس تقوم بدورها في انها تعمل اختراق للسيكا الميوكوزا. في السيكا الميوكوزا هنا هتخترق جدار السيكا الميوكوزا and enter to the blood vessel، تخترق جدار الامعاء السيكم طبعا علشان توصل للبلاد سيركيوليشن ومنها للليفر عن طريق الهيباتو بورتر سيركوليشن. مجرد انها توصل للليفر هيبتدي تكون فيري كاركترستيك ليجون، والليجون دون مهم جدا وفيري كاركترستيك اند فيري دايجنوستيك فور الهيستومونس ات بي ام ليجون. يعني لو عندي تيور رومي ماتت نتيجه للهيستومونس، هلاقي اما اجي افتح اعمل بي ام ليجون هلاقي ان الليجون الموجود في الليفر ده فيري كاركترستيك. هوريكم برضو الصور. ففي الليفر هلاقي ايه بقى؟ ان في سيركلر ديبريسد اريا 1 سنتيمتر ان ديامتر، يعني هلاقي فيه حته مجوفه كده ومدوره في الوول بتاع في الليفر، وبتبقى لها لون معين بيميز الهيستومينس كليجون عن اي بارازايت تاني. بتتكون من ايه؟ بتتكون من يوليوش جرين اريا اوف نيكروزس surrounded by whitish or grayish radiating streak of necrosis. يعني السنتر بتاعها بيبقى لونه اخضر مصفر، نيكروزس اخضر مصفر، والبريفري بتاعها هو الليجن كله rounded بيتكون من central part and peripheral part. السنترال بارت بيبقى يولو جرين ان كلر، البريفرال بارت بيبقى عباره عن radiation لونه whitish or grayish in color. كل ده نيكروزس بيتكون، وزي ما قلت لكم دون الليجون از فيري دايجنوستيك، يتكون من يلو جرين اريا اوف نيكروزس في المنتصف، وحواليه دايره او مجموعه من الاشعه من النيكروزس لونها رادييتد بتبقى لونها وايت اور جريش، هنشوفها دلوقتي في الاصابه. الليجون كمان مي اكستند تو الكيدني لونج سبلين ويز ا سمولر دايمتر، بيبقى الدايمتر بتاعها اصغر من وجوده في الليفر. شايفين بقى دون هنا شكل السيكال ليجون
زي ما انتوا شايفين اللي هي اول حاجة بدأ الانفلاميشن من تكوين البين بوينت ألسر في السيكم، سويلنج وانفلاميشن في الصورة رقم واحد دي اللي هي سويلنج اند انفلاميشن ان السيكم، حصل سويلنج نتيجة الانفلاميشن اللي حصل نتيجة المالتيبليكيشن، قعدة البارازايت اتكسر في السيكم فينتج عنه السويلنج اند انفلاميشن، لتكوين كازييتد ماتيريال. شايفين اللب بتاع السيكم كله او الكيزيا السوكر الكور كله بقى مليان كله بالكيزياس ماتيريال او قطع من عامله زي الجبن كده، ان الكور كور يعني اللب، اللب بتاع السيكم كله بيبقى كازييتد عامل زي حته الجبن. هنا هنتكلم على شكل الليجن او الصوره بتاعت الليجن بتاع الليفر، فنبص نلاقي ان ده كاركترستيك ليجن الهيستومنس، بنبص نشوف الشكل الدبريست نكروزس الموجود في الليفر، بيتكون من يلو جرين اريا او يلو جرين سبوت في النص، و سراوندد باي راديشن راديتد ستريكس اوف نيكروزس. شوف اول صوره كده هتلاقي في سبوت سنترال في النص وحواليها راديشن، السبوت اللي في النص دي بيبقى لونها اصفر وحواليها راديشن بيبقى جريش في الليفر. الصوره اللي برضو في النص واضحه اكتر، وبص نلاقي شوف الليفر كله مليان بالليجن دون، فانا اول ما افتح الطائر التركي واشوف الليجن ده اعرف على طول ان هو مصاب بحاله الهستونياسيس. هنا بقى ابتدت هنشوف عن السيمتومز بتاعت الهستونياس من الجريدس. اولا الديزيز اسمه هيستومنياسيس or infectious interior hepatitis or black head disease. هيستومينيس طبعا معروف من اسم البارازايت اللي سبب الديزيز اللي هو الهيستومينس ميليجريدس disease caused by هيستومينس ميليجريدس. infectious interior hepatitis برضو مفهومة اللي هي ان الديزيز بيعيش في two locations في التركي، فنبص نلاقي ان هو عايش في السيكم وكمان عايش في الليفر، فمن هنا جه اسمها infectious interior hepatitis or black head disease. هنشوف سبب التسمية دي ايه. اول clinical symptoms هنشوفها على الطائر هي بتبقى very diagnostic symptoms. اول symptoms هي sulfur yield dropping، يعني بتلاقي ان ان ال dropping او الفيسز بتاع التركي بتبقى لونها اصفر زي لون الكبريت كده الاصفر. بعد كده بلاقي في cyanosis or black correlation of the head. السينوز بلاقي الطائر راسه سودا او بتبقى مزرقة، بلاقي كمان الكومبو الوتلز بتاع البيردز بتبقى لونها مزرق، فدي very diagnostic symptoms. خدنا قبل كده ال very diagnostic lesion للهيستومنس اللي هو البي ام ليجن، قلنا السيكال كور الكيزيا السيكال كور، وكمان اتكلمنا على الليجن اللي هو نيكروز الشكل النيكروزس بتاع الليفر. دي بقى الدايجنوستيك سيمتومز اللي هي السلفر يو دروبينج والساينوتيك هيد بتاع في الصور دي. يا جماعه هنشوف شكل الكاركترستيك سيمتومز اوف هيستومينس ميلياجريدس. هنلاقي السلفر يو دروبينج اللي هو الدروبينج او الفيسز بتاع البيردز بتبقى او بتاع التركي بتبقى لونها اصفر كبريتي او اصفر كناري، دي اول سيمتومز هشوفها لو دخلت مزرعه تركي مصاب بالهيستومينس ميلياجريدس. السيمتومز الكاركترستيك الثانيه هي السيانوزد اور البلاك كالرد هيد او السيانوزد هيد، بلاقي ان الكومبو الواتلز كلهم بيبقوا سيانوزد، الهيد كلها بتبقى شكلها بلاك ان كالر، فمن هنا جه اسمها البلاك هيد ديزيز. التريتمنت النيترو اميدازول، لما بتدخل بالعلاج ببص الاقي ان السيكم بيعمل ايجكشن بيطرد كل السيكال كور بتاعه اللي هو الكازيات السيكال كور، وبيبقى السيكم طب بيرجع لوضعه الطبيعي، كمان الليفر بيرجع لوضعه الطبيعي، والطائر بيخف لما بتدخل بالعلاج. كنترول، طبعا الانفكتد بيرد ماست بي ايزوليتد from an infected bird. treatment of infected bird، اهم حاجه عليك treatment of histomonas meliagris دي اس الفساد، لان هي دي اللي شايله الهيستومناس ميلياجريس، الاكس بتاعتها هي اللي بتشيل الهيستومناس ميلياجريس، بالتالي لازم اعالج حالات الهيستومناس ميلياجريس.
تاني حاجة avoid rearing of chicken with the turkey. خلي بالك ان التشيكن بتصاب بالهستومناس ميليا جريدس، فالهستومناس ميليا قصدي التشيكن بتصاب بالهيتراكس جالينيرا، فبالتالي الهيتراكس جالينيرا بتبقى هنا source of infection، او ان هي بتبقى كاريا للهستومناس ميليا جريدس، فبالتالي لازم امنع ان الاختلاط بين التشيكن with التركي. خلاص كده، لان وجود الهيتراكس جالينيرام اكس هيساعد في نقل الهستومناس ميليا جريدس.